مرحبا، كيفكن؟ اليوم 14 مارس حبيت أورجيكم أجواء التسوق بلندن أونتاريو بعد ما انتشرت أخبار فيروس الكورونا. من امبارح عم يوصلني فيديوهات عن الزحمة بمحلات التسوق والرفوف الفاضية، فحبيت أنزل أعمل تسوق بنفسي وأورجيكم كيف الأوضاع. قبل ما نبلش الفيديو بتمنى تكون فيديوهاتي عم تعجبكم وتعملوا اشتراك بالقناة. وهلأ وصلنا على وول مارت سوبر سنتر. الشغلة الحلوة بسوبر سنتر وول مارت انه بتلاقوا فيه كل شي ممكن تحتاجوه بمكان واحد، مو بس الاكل، لاقوا البسة، صيدلية، تجهيزات البيت. وهلا رح نشوف اكتر. منطقة البيكري في بعض الرفوف فاضية، بس تقريبا كل شي بتحتاجوه ممكن تلاقوه. مثل ما لكم شايفين هي قسم الفواكه، في كتير اشياء ناقصة وفي اشياء موجودة. امبارحة كان في ضغط شراء كبير، فالفواكه والخضر ما بيقدروا يخزنوها لفترة طويلة، فطبيعي يكون في نقص اليوم، وخصوصي انه هذا الشيء صار مباشرة قبل الويكند. فبظن انه اغلب السوبر ماركات على اول اسبوع رح ترجع تعوض البضاعة الناقصة. هاي قسم العصاير، تقريبا كل انواع العصاير موجودة، بس بكندا بالعادة ما متعودين نشوف اي مكان فاضي، لذلك الناس هاي عم تخاف من الفيديوهات اللي عم تشوفها. في شوية نقص بمنتجات الحليب، بس بكندا في اكثر من منتج للحليب، وفي ماركات مي موجودة وفي ماركات تانية موجودة مثل اللي عم نشوفهم هلا. وهي منتجات اللحوم، واضح انه في نقص باللحوم الفريش. اخبار الكورونا خلت العالم تشتري اكثر من حاجتها وتخزن، وهذا الشي عمل ضغط على السوبر ماركت. الرز والمعكرونة هي من الاشياء اللي انفقدت على السريع. من الشغلات اللي بتضحك انه الرفوف البوشار تقريبا رح تفضى، لانه الناس خايفة تقعد بالبيت وتتفرج على نتفليكس من دون بوشار. بالاكل المجمد تقريبا كل شي موجود، رغم انه في شوية رفوف فاضية. وهلأ رايحة على منطقة ادوات التنظيف. الرفوف الفاضية اللي على اليسار هي منطقة المحارم المعطرة، وهي اللافتة حاطينها ليقولوا للناس انه ما يشتروا اكتر من طرد محارم واحد. بس هذا الشي كان امبارح، ولليوم ما ضل ولا طرد محارم. من القصص اللي سمعناها انه في ناس عم تشتري ادوات التنظيف وبتبيعها باسعار اغلى، ولهيك مواقع مثل كي جي جي وقفوا التسويق لهيك شغلات. منتجات العناية بالطفل موجودة بشكل طبيعي، والصيدلية فاتحة، وسألت الصيدلي وقال لي كل الأدوية متوفرة، وعلى فكرة ما في زحمة كتير على الكاشير. هلأ خلصت وول مارت، أكتر شي مفقود هو المحارم، وفي شوية نقص بالمواد الغذائية. رح أروح على محل تاني لحتى أكمل باقي التسوق. وهلأ وصلنا على سوبر ماركت تاني مشهور بهالمنطقة اسمه سوبيز، حاطت منتجات التنظيف والكلور على الباب لحتى يقلكن انه في عنا. بسوبيز معظم الخضار والفواكه متوفرة، ما عدا في انواع قليلة خلصت. سوبيز اغلى شوي من وول مارت، فيمكن لهيك الضغط على وول مارت اكثر. مثل ما لكم شايفين المنتجات هون اغلبها متوفرة. سوبيس عنده فرن خاص، لهيك المخبوزات ما كثير ناقصة عنده. بالمخبوزات في شوية رفوف فاضية، بس تقريبا ما في منتج موجود. ومثل ما لكم شايفين منتجات اللحوم موجودة، بس اجمالا سوبيس ما عنده لحوم حلال كتير. الأجبان متواجدة بشكل طبيعي. وهلأ رايحة على منطقة منتجات التنظيف.
ونفس القصة هون، المحارم المعترة بقيان منها قطعتين أو ثلاثة. يمكن أكتر منتج انفقد من السوق هو المحارم. حتى المي فيها شوية نقص، رغم انه المي الحنفية بكندا بتنشرب. والطحين موجود بس كمان في شوية رفوف فاضي. وهي رفوف المعكرونة مثل ما لكم شايفين نصها فاضي. الأكل المجمد موجود، كمان في شوية رفوف ناقصة بس كل شي متواجد. نفس القصة، كمان الشيبس والبوب كورن ناقصين. خلصت سوبيس وهلا رايحة على كوسكو. تقريبا المحارم هو اكتر شي مفقود بين المحلات. وهلا وصلت على كوسكو، خلينا نشوف كيف الاوضاع. وكوسكو كالعادة كميات كبيرة ومتوفرة. منتجات الحليب والبيض موجودين. يلي شفته لحد هلا انه ما في شي ناقص بكوستو. وكمان انواع الخضار والفواكه اغلبها متوفره. جيت بدي اجيب بطاطا، ما في غير واحد، اخر واحد. عم بطلع على المحارم ما عم بشوفهم، اظن كمان مفقودين هون. اغلب المحلات تأثرت لانه ما عندها مخزون كبير والعالم اشتريت بكميات كبيرة، بينما كوسكو محله هو نفسه المخزن فما كتير صار عنده نقص مواد. سمعت اليوم بالأخبار إنه معظم المنتجات متوفرة، بس الشيء المفاجئ هو اللي عمل شوية أزمة. تقريبا كوسكو ما في شي مفقود عنده لأنه هو بيخزن بكميات كبيرة وعلاقته مع كل الموردين كتير منيحة. بهذا الفيديو حبينا نشوف وضع التسوق بدون ما يصير تخويف او تهويل للأسف. الزحمة عند الكاشير طبيعية. خلصت جولتي لليوم، ان شاء الله تمرق هالفترة على خير. يمكن الخوف الزايد يعمل ضرر اكتر من الفيروس نفسه. ان شاء الله تضلوا دائما بخير. بتمنى تكون فيديوهاتي عم تعجبكم، تعملوا اشتراك بالقناة. يلا باي.